السلام عليكم، ما تفسير تصاعد العمليات العسكرية على قوات الناتو في أفغانستان وتحذير الأمم المتحدة من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية؟ هل حصدت خطة الناتو بزيادة عديد قواتها للسيطرة على معاقل طالبان نتائج عكسية؟ في أي اتجاه تسير استراتيجية أوباما التي حددها في أفغانستان؟ وماذا عن موعد الانسحاب؟ كيف ستتعامل القيادة البريطانية مع خسائر قواتها وسط تعالي الأصوات الشعبية المطالبة بانسحابها؟ هل يلقى كلام وزير الدفاع البريطاني عن وجود قواته في أفغانستان لحماية الأمن القومي قبولا شعبيا؟ تصاعد العمليات في أفغانستان وتزايد خسائر الناتو، موضوع هذه الحلقة من مع الحدث، حيث نستضيف في الاستوديو كبير الباحثين في معهد هاتسون الدكتور حسن النيمي. نرحب بك دكتور حسن. من كابل ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي وحيد مجدة، ومن دمشق الباحث في القضايا الاستراتيجية الدكتور طالب إبراهيم. نرحب بالجميع. قبل بدء بالحوار أتوقف عند تصاعد العمليات العسكرية في أفغانستان وتقرير الأمم المتحدة. الوضع الأمني في أفغانستان بوجه عام لم يتحسن منذ تقرير الربيع الماضي. انفجارات القنابل ارتفعت بنسبة 94% وعمليات الاغتيال تجاوزت 45%. عدد الجنود الذين قتلوا منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 274 قتيلا. البنتاغون يقول ارتفاع عدد القتلى في صفوف الناتو يعود إلى زيادة تعزيز الانتشار العسكري. صحيفة الواشنطن بوست 53% من الأمريكيين يرون أن الحرب في أفغانستان ليست مبررة. وزارة الدفاع البريطانية عدد قتلى القوات البريطانية منذ الغزو حتى الآن بلغ 300. وزير الدفاع البريطاني القوات البريطانية في أفغانستان لحماية أمننا القومي. رئيس الوزراء البريطاني نحن في أفغانستان لأن الأفغان ليسوا مستعدين بعد للحفاظ على أمن بلدهم بأنفسهم. هذا العام هو في غاية الأهمية في القتال الدائري هناك. وزير الخارجية البريطاني تحديد موعد حاسم لانسحاب القوات البريطانية سيكون خطوة غير حكيمة. وزراء دفاع الأطلسي العمليات التي تنفذ في أفغانستان تسجل تقدما محدودا. أخيرا المتحدث باسم طالبان العمليات التي أطلق عليها اسم الكمين ستنطلق في كل أنحاء أفغانستان. دكتور ميمني، لأبدأ معك من الصورة التي رسمها تقرير الأمم المتحدة عن الأوضاع في أفغانستان، الأوضاع الأمنية طبعا، ويبدو بحسب التقرير أن الصورة بدت قاتمة تشبه تقرير الربيع الماضي. على ماذا يدل ذلك؟ يدل وقع لنا دلالات عديدة، يدل عليه أمور عديدة. الأمر الأول هو طبعا بأن التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه حكومة أوباما الذي أرادت به أن يكون مماثلا لما شهده العراق من تصعيد يؤدي إلى قلب الأوضاع وإلى دفع المنظمات المعادية للولايات المتحدة وللحكومة المحلية المؤيدة لها، يبدو بأن هذه العمليات لم تؤدي بعد إلى النتائج المطلوبة منها طبعا. وبطبيعة الأحوال علينا أن هنا أن نقول بأن ليست المسألة عائدة إلى سوء أداء من جانب التنفيذ على الجانب التنفيذي على مستوى القوات الأمريكية الجديدة، ولكنه بالدرجة الأولى إلى افتقاد العنصر المحلي في هذا الأداء. هذا يبقى رغم أن رئيس كارزاي، لكن بين مزدوجين، طالما ذكرت مسألة الأداء، البيت الأبيض استدعى قائد القوات المتحالفة في أفغانستان للتشاور بعد انتقاده لسياسة الرئيس أوباما. هل تعتقد هذا يدل أيضا على شيء معين؟ لا هنا علينا أن نلاحظ هنا بطبيعة الأحوال بأن المؤسسة العسكرية الأمريكية قطعيا تخضع بطبيعة الأحوال للمؤسسة المدنية وتحديدا للرئيس. إذن في بعض الحالات قد صدر عن بعض المسؤولين العسكريين بين الحين والآخر رأي من المعتاد أمريكيا أن لا يصدر، أي تعليق يمكن أن يأخذ بأنه ذا منحة سياسي، وعلى هذا الأساس تعالج المسألة بلقاءات. سمعنا التعليقات تتعلق أيضا بموقف نائب الرئيس الأمريكي من قبل قائد القوات المتحالفة، ولكن وربما سجلت هذه يعني أيضا ربما خطوة غير معتادة، إنما هكذا هو الوضع في أفغانستان.
سأعود إلى ما يتعلق بالموقف الأمريكي من الحرب دكتور منيمني وطبعا غيرها من مواقف، لكن اسمح لي طالما بدأنا برسم هذه الصورة أتحول إلى دمشق وإلى الدكتور طالب إبراهيم الباحث في القضايا الاستراتيجية. دكتور إبراهيم سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. لأدخل مباشرة فيما يرتبط عن حزيران، قيل أن هذا الشهر هو شهر أسود في أفغانستان بالنسبة للقوات القوات الناتو بعد مقتل 30 جنديا في أسبوع واحد. على ماذا يدل يعني هذا الاضطراد في ازدياد عدد القتلى في صفوف الجنود القوات الدولية؟ يدل هذا ويعطي مؤشرا واضحا على فشل الاستراتيجيات الأمريكية العسكرية في أفغانستان، ويؤشر بصورة مباشرة إلى فشل استراتيجية الرئيس باراك أوباما التي أعلن عنها في مطلع كانون أول من العام الماضي. أيضا نلاحظ أن هناك تخبطا جماعيا في أفغانستان. دكتور إبراهيم مختلف، يبدو أن هناك إشكالا معك في الصوت، أعود إليك بعد إصلاح العطل التقني وأعود إلى الاستوديو. أيضا أبقى في الفكرة ذاتها دكتور منيمني، يعني مقتل 30 جنديا في أسبوع واحد، يعني هذا ماذا يدل؟ طبعا تحدثت عن جانب متعلق بدور القوات الدولية، الآن الجانب الآخر متعلق بالجهة المقابلة التي تواجه هذه القوات. دعني أقول التالي، أولا لا نستطيع اليوم أن نقول بأن ما جرى هو دليل فشل، نستطيع أن نقول بأن ما جرى يكشف على أن النتائج المتوخاة لم تتحقق. نعم. هناك فارق رئيسي بين الاثنين. ماذا عن النتائج يعني عندما نتحدث عن النتائج؟ عندما نتحدث عن النتائج كان المطلوب في هذه المرحلة أن تكون المشاركة الأفغانية الرسمية كفيلة بأن تتحمل أعباء الخسائر إذا شئت، ولكن هذا لم يتحقق. طبعا القوات الأفغانية تتقدم إلى حد ما ولكنها تبقى متراجعة بالمقارنة مع ما كان المأمول منها. لكن هذا الكلام بشهادة الأمريكيين، يعني عندما يقولون أنهم لم يستطعوا حتى الآن أن يحملوا مسؤوليتهم الأمنية، يعني يحملونهم هذا الوزر تحديدا. ولكن المسألة تتجاوز حتى البعد الأمني. طبعا هذه العملية العسكرية كانت تفترض بأن يرتفع عدد القتلى من الأمريكيين ومن الأفغان قبل أن ينحسر وقبل أن يصل إلى درجة يمكن معها الحديث عن استقرار في أفغانستان. نحن الآن في مرحلة الارتفاع، هذه المرحلة قد تأخرت وذلك نتيجة تراجع ونتيجة تخلف الجانب الأفغاني عن تقديم الكفاءة المطلوبة. ولكن فيما يتجاوز البعد العسكري، هذا ما أريد الإشارة إليه، كان كذلك المطلوب من الحكومة الأفغانية أن تصبح فعلاً حكومة محلية، أي حكومة قادرة على كسب ود الجمهور الأفغاني، وهذا ما لم يتحقق كذلك إلى اليوم. لذلك تبدو المعركة في أفغانستان وكأن القوات الأمريكية وقوات الناتو وكأنها متورطة في حرب أهلية، وليس كأنها تدعم حكومة شرعية مقابل متمردين. على كل حال مسألة كسب الرأي العام الأفغاني أو المجموعات الأفغانية القبائل الأفغانية، هذه السياسة، هي من ضمن السياسة، يعني هذه رسمت. لكن حتى الآن برأيك لم تؤتي ثمارها، وذلك لم تنجح نتيجة تخلف كابول، حكومة كابول، عن أن تنتقل من صيغة الطرف إلى صيغة الحكومة الفعلية. رغم كل المحاولات، ربما هناك أسباب خفية، ربما هناك محاولات من قبل كارزاي تحديدا. اسمح لي الآن أتحول إلى كابول، إلى وحيد مجدى الخبير الاستراتيجي الأفغاني. السلام عليكم سيد وحيد. ويعني أيضا أعود إلى ما يحصل في أفغانستان. ماذا يعني هذا التطور في العمليات ضد قوات الناتو، وخصوصا في الفترة الأخيرة؟ وتقرير الأمم المتحدة تحدث عن أن الأمور ذاهبة باتجاه المزيد من التدهور، ما أسباب ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم.